أخبار من جريدة أخبار النجوم. المسلسلين عملوا صحفي شاب عمر البنوبي، هو مدير الصفحة الرسمية لفريق هال سيتي الناطقة باللغة العربية، مع أحمد حسام ميدو. حقيقة الحوار ده نقلت عنه مواقع كتيرة لقطات منه، فعايز أشوف أولا رأي حضرتك في اعتزال أحمد حسام ميدو في سن 30. إيه؟ لا، هو كان مفروض يعتزل من زمان. أحمد حسام ضيع فرصة، بداية انتقالاته المتعددة ضيع فرصة قوية جدا ليصبح اللاعب المصري رقم واحد اللي احترف في كل أندية العالم الكبيرة. ثم تفرغه للبيزنس وتفرغه للإعلام وتفرغه، كل ده شغله عن مهمته الأساسية. وكان أكبر خطأ وقع فيه كابتن أحمد حسام أنه عاد للزمالك مرة أخرى في البداية. ما ينفعش، أنت بتتقدم، مع احترامي طبعا للزمالك، بس انت بتتقدم لما تلعب في سالتا فيجو، وما تلعب في اكتر من نادي كبير جدا في الدوري الانجليزي وفي الدوري الاسباني وفي الدوري يعني وفي الدوري الايطالي، انت كبير، فكان لابد ان تتقدم مش تتاخر. فما دام اتشغلت يجب ان انت تعتذر. نعم. طب احمد حسام ميدو في هذا الحوار يعني بيسال على توقيت اعتزاله، فبيقول اعتقد انه الوقت المناسب لاتخاذ قرار الاعتزال، فقد لعبت 14 موسما قدمت خلالها الكثير، واعلم جيدا ان الجمهور والمتابعين يرون انني ما زلت صغيرا على الاعتزال، ولكني دائما كنت اعاهد نفسي على اتخاذ قرار الابتعاد عن كرة القدم بمجرد توقف جسدي عن الاستجابة لما يطلبه عقلي في الملعب. كانت دي كلمات ميدو في هذا الحوار. نورتنا النهاردة.